أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أول شيء أبي أشكر اللاعبين الأبطال التزامهم. ثاني شيء يعني ما إحنا ما نبي نقول رسالة إنذار، يعني الحمد لله الكل عارف إن الفريق النصر هالسنة من بعد كورونا فريق مميز الحمد لله، ما هو صدفة ما هو مباراة، الحمد لله إحنا متوقعين اليوم ندش مع الأندية الكبيرة، إحنا 50-50 ممكن إحنا نفوز وبشهادة الجميع ولله الحمد. هذا مو وليد الصدفة، هذا وليدة التعب، الالتزام، جهاز فني إداري، اللاعبين، الأبطال اللي ما قصروا، جهاز فني إداري، مجلس إدارة بدعمه، كل هذا أكيد إنه بينتج عن التميز إن شاء الله. لكن إحنا تونا بسم الله، يعني هاي ثاني مباراة وإحنا عندنا 6 نقاط من لعبتين الحين، كل مباراة نفكر إحنا بناخذها واللي يجي من الله حياه الله. النصر ماشي على خطة دور التصنيف؟ والله إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله. التدعيمات الأخيرة هتدي ثقة وخبرة أكتر للعناصر الشابة الموجودة؟ أكيد أكيد. شوف إحنا يعني كنا حريصين على التعاقدات الأخيرة هنا تزيدنا خبرة فنية وخبرة ميدانية وخبرة بغرفة الملابس. الأسامي كبيرة، فهد عنزي، فهد الرشيدي، أكيد نحن نستفيد منهم طبيعي جدا. كابتن، هل يا ترى هيكون في أي لعيبة ممكن أبلغ القباب القيد النهارده؟ لا الحمد لله خلاص، بعد ساعتين الحين خلص يعني ما في، لا ما في. طيب لو بتقول رسالة للمنافسين؟ والله لا، والله احنا ما نوجه رسائل، احنا علينا في نفسنا، ما نوجه رسائل حق احد، يعني احنا علينا في نفسنا كل مباراة احنا بديش ناخذها، وهذا طبيعي باي فريق يفكر كذي. حبيبي الله يبارك.